الشهباء حلب مدينة يرقى بها التاريخ إلى 10,000 عام قبل الميلاد. برز فيها أسواق تجارية وصناعية، كانت محط أنظار العالم على مر العصور. أسواق اشتهرت من الناحية الجمالية والمعمارية، وأيضاً من نوع المنتجات التي تقدمها. 37 سوق هو تعدادهم، ويختص كل سوق بنوع من المبيعات: سوق الخيش، سوق العطارين، سوق الفرانين، وسوق القطن، وسوق الجمرك، وسوق الجوخ، والعديد من الأسواق التي سميت بحسب اختصاصاتها، رغم أن بعضها لم يعد يحتفظ بهذه الاختصاصات. يعود أصول هذه الأسواق إلى القرن الرابع قبل الميلاد، ثم أخذت شكلها في العهود الإسلامية، وبخاصة في فترات الحكم الأيوبي والمملوكي والعثماني. كان السائح يجد متعة كبيرة في زيارة هذه الأسواق التي تضعه مباشرة في أجواء الشرق السحرية وعوالم ألف ليلة وليلة. وعلى مر العصور كان يتوجه سكان المدينة إلى هذه الأسواق القديمة التي يجدون فيها كل حاجياتهم. وكما المدينة التي تحتوي هذه الأسواق الساحرة، يد الإرهاب سعت لتدمير تاريخها وطمس معالمها، فقامت المجموعات الإرهابية المسلحة باستهدافها بقذائف الحقد، قذائف الموت، وحرق وتشويه حضارة تعود بنا إلى تاريخ موغل بالقدم. لكن هذا التاريخ الذي أصبح حديث العالم أجمع، لن تستطيع يد الغدر أن تمحيه من ذاكرة الزمان وأوراق التاريخ بظلام إرهاب.